بتصاميم وألوان خلابة استطاعت مصممة الأزياء الإماراتية مريم الحمادي أن تتفرد فيما تقدمه لتلبي ليس فقط ذوق المرأة الإماراتية بل الأذواق العالمية. ويعتمد أسلوبها في التصميم على مزج تصاميم الزي التقليدي الإماراتي وسحر تفاصيله مع ثقافات عربية أخرى. خلونا نتعرف أكثر على هذه التصاميم في هذا اللقاء. بنرحب بضيفتنا اليوم مريم بلارفية، مصممة الأزياء. أهلين فيك معنا اليوم. هلا حبيبتي، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. خبرينا مريم، كيف دخلتي العالم الأزياء وكيف كانت بداياتك؟ والله أنا دراستي وحتى شغلي كان غير عن هالأشياء. قبل 11 سنة توجهت بالفاشن لأني كان وايد عندي ميول هاي، كانت كلها دراستي إدارة أعمال وبزنس، بس ما كنت أميل لهالشيء، أحسه وظيفي وشيء روتيني، ما حبيته. عقبه صار عندي أهلي وباقي يعني رايلي أو شيء وايد قاعد يقول لي نمي هالشغلة فيك لأنها كانت وايد حلوة، يعني كنت وايد ابتكارات عندي في لبسي وايد أشياء. قال لي أحسن أنك تدشين هالمجال. هالحين لي 11 سنة مجال مغربي، أي شيء تراث الحمد لله، كنت بس أجيبه على مودرن. يعني الملفت في تصاميمك أنه ذوقك الرفيع في اختيار الألوان والأقمشة والأثواب. خبرينا كيف دمجتي بين التراث المغربي والتراث الإماراتي؟ والله شوفي، أي شيء يعني تقليدي يعني يندمج، مغربي، أردني، فلسطيني، إماراتي، لأن كله يتميز بشغل إيد. أكيد. وأنا وايد عندي ميول حق التطريز اليدوي، لأنه يعني يكون وايد فخم وايد يعطي رقي حق القفطان أو الجلابية الإماراتية. شو هو مصدر إلهامك الحقيقي في كل خط بتبتكرينه؟ أي شيء يخلي المرأة العربية غير في اللبس، يعني كحشمة كفخامة، هذا هو. يعني بتركزين على الحفاظ على التراث؟ إيه، يعني على التراث والحفاظ على الحشمة. أوكي. بالنسبة للمجموعة اللي حضرتينا إياها اليوم، شو اللي بيميزها عن باقي الكوليكشن؟ الانديا بيس، واللي هي القطعة الهندية اللي تتميز بتخلي خصر الفتيات، يعني النحيفات تعطيهم خصر حلو، لأن هي تكون شوية قطعة واقفة، والبروكار والحرير الألماني شي مع فصوص مع دمج الألوان مع تطريز. أنا وايد أميل حق اللولو حق الشك. يعني تصميمك قطعة من كل تصميم؟ إيه، من كل تصميم قطعة. وأنا أحب دوم أجيب الكاستمر أو الزبونة أقول له أنت شو تبغين، لأن مش دوم على ذوقي يمشي، أنت شو تبغين عشان نصمم على هالشيء اللي أنت خاطرك فيه. اوكي، فراح نشوف هلا الكوليكشن وراح تعطينا اكثر، يعني بتشرحي لنا اكثر عليها. نبتدي باول قطعه اللي هي اورغانزا، شغل شك ذهبي وابيض على عقم وسفيفه ذهبيه مع دمج الالوان الذهبي مع الابيض في العقم. أما بالنسبة للقطعة الثانية، هي عبارة عن قطعتين، الشغل اللي تحت شغل يدوي تطريز بالذهبي وعليه فصوص سوارفسكي. أما بالنسبة للقطعة اللي فوق بعد شغل يدوي، شغل تنسيق الألوان بين الذهبي والفضي مع سفيفة ذهبية.